هل يفهم من حديث أنس من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه لحد الخمر إلى 80 جلدة أنه متى ما دعت الحاجة إلى الزيادة في الحدود زيد فيها، كما لو لم يرتدع الناس اليوم بال80 فيزيد، أم يقال أنه خاص بعمر رضي الله تعالى عنه؟ لا، ما يزاد على الحدود، الحدود المقدرة لا يجوز الزيادة عليها، ولكن يكرر عليه الحد، كل ما وقع في الجريمة يكرر عليه الحد ولا يزاد، لا يزاد الحد. لكن قضية فعل عمر رضي الله عنه، لأن حد الخمر محل احتمال، محل احتمال، لأن فيه أنه نحو من 40، ولم يحدد 40، فيه أنه منهم الضارب بالعصا، ومنهم الضارب بالثوب، ومنهم الضارب بالنعل، ففيه احتمال، يعني حد الخمر فيه احتمال، لذلك صار قابلا للبحث من عمر رضي الله عنه. أما الحدود التي تقررت هذه لا يجوز التغيير فيها ولا الزيادة فيها، لا من عمر ولا من غيره. نعم.